بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عام الخسائر الكروية ليس تشاؤما ولكن وقفة وضرورة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 795. المهندس عدلي بيبدأها بنظرة فيها نوع من التشاؤم ولا القلق؟ لا مش تشاؤم، ده رصد. خلاص تشاؤم ده في اللي جاي. لكن انت بترصد اللي فات. دي نظرة واقعية لأمر واقع، لحقائق تحققت. على احنا دلوقتي في شهر 11. مالناش في كأس العالم. يبقى مصر مالهاش حاجة في اللي جاي لآخر السنة. طيب ابتديناها ازاي وانهيناها ازاي؟ خسرنا البطولة العربية، كأس الأمم الأفريقية، تصفيات كأس العالم، ده على مستوى الفريق الأول. النادي الأهلي بما حدث معاه يخسر بطولة كانت في متناوله، بطولة أفريقيا، عشان يحرم تحقيق إنجاز كان يمكن أن يكون ضوءا يعني ينتشل الكرة المصرية أو يتحدث عنها العالم من خلاله، ويبدو أنه كان مقصودا ألا ينفرد بالأضواء وحده. والآن يخرج منتخب عولنا عليه كثيرا منذ أسابيع يحقق نتائج مبهرة في بطولة العرب، ويخسر في النهاية أمام السعودية. قلنا ماتش ودي أو بطولة هي إعداد رائع لتصفيات التأهل لنهاية كأس الأمم الأفريقية. مش في البطوله نفسها. فتخفق هذا الاخفاق. النهارده خسرنا من المغرب 2-1 وخرجنا من تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم. خسرنا من المغرب الفريقين كنا كسبانينهم من شهر مضى. اذا الناس دي اشتغلت على نواقصها واحنا اتخدرنا. وابتدينا لعبنا الجزائر في الجزائر ماتش ودي، الجزائر كانت بره، فإذا المصادفة للبطولة للتصفيات، وإحنا يعني ما عرفش إزاي بنعرف نخرج من الإيجابيات بهذا الكم من السلبيات. عشان كده حلقة اليوم مهمة لمناقشة كل هذه التفاصيل، وتلك أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، العدل يا رابطة، والغربال التلاعب بالحقائق، وبعضمة لسانه هكذا يكون حب الوطن، والشموع الحمراء عن طلعت حرب باشا، لكن أسرار الملك عن سيد صالح، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن عايز بداية أقول لكم النهاردة الأهلي استأنف تدريباته خلال بعد فترة التوقف 5-6 أيام. مستر كولر رجع امبارح، النهاردة شارك في قيادة التمرين زي ما حضراتكم شايفين. اللي شارك فيه بعد فترة من العلاج والتأهيل عمرو السولية وأليو ديانج، وشارك محمود متولي ومحمد عبد المنعم في تدريبات التأهيل في الجيم، وبكرة الفريق إن شاء الله يتمرن على فترتين. يعني كتراحة يعني محسوبة أيام، يعني خمس أيام. انتهز فيها الجهاز الفني فرصة توقف النشاط المحلي عشان المنتخب، وكله بيترقب دلوقتي. أصبح النادي الأهلي يعني حاجة حلوة وحاجة يعني نخلي بالنا منه. الكل يترقب الأهلي بشغف دلوقتي. عايز يعرف هيكمل كده، هيتطور، هيتوقف. بإذن الله نكمل كده ونتطور. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتمع مع كولر عشان يرتب الفترة اللي جاية من هنا لغاية يوم 27. يوم 27 الأهلي والمقاولين، الحد اللي بعد اللي جاي، الأهلي والمقاولين دور الثمانية لكأس مصر هيسبقوا بيوم الزمالك بيكون بيلعب مع المصري، والبنك الأهلي بيلعب مع بيراميدز.
الاهلي باذن الله تعالى، الاهلي والمقاولين، الفائز وان شاء الله يكون الاهلي هيلعب سموحه في الدور قبل النهائي، الزمالك والمصري وبيراميدز والبنك الاهلي، اللي هيكسب من الاربعه دول هيلعب في السيمي فاينال ايضا. يعني كويس، كل ما بتخلص مسابقه بدري بدري كده بيكون افضل، كفايه تداخل في المواسم. اديك شايف الفوضى، هو اللي انا قلته ده، انا قلت وقفه وضروره. أي. لازم ندرس اسباب هذا الفشل وهذا الخذلان لشعب بيعشق الكوره وبلد مؤسس في افريقيا الاتحاد الافريقي، لا يليق بتصنيفنا ولا يليق بنتائجنا. والنهارده لما يصل الامر الى الناشئين الامر يصبح اكثر ازعاجا. مؤشرات مستقبل صعبه. ولكن انا الذي اراه لا يمكن المناخ اللي احنا فيه ده يفرز عمل صالح ابدا. العشوائيه والفوضى والانفلات والعي الحقائق والعبث في الحقائق شيء مرعب. صحيح. طيب يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى قرعه دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. تعرفين دوري ابطال افريقيا الاربع مستويات، الاهلي على راس المستوى الاول، الاهلي عنده 78 نقطه، معاه في نفس المستوى الوداد والترجي والرجاء. يعني القرعه هتتعمل، هيتحط الاهلي على راس مجموعه، الوداد على راس مجموعه، الترجي والرجاء، الاربعه دول مش هيقابلوا بعض في دوري المجموعات، الاربعه هيكونوا على رؤوس المجموعات، وبعد كده هتتسحب قرعه يرمي من كل مستوى واحد على كل فرقه من على كل مجموعه من المجموعات الاربعه. التصنيف الثاني فيه صن داونز الجنوب افريقي والزمالك وحوريا كوناكري الغيني وبترو اتلتيكو الانجولي. التصنيف الثالث سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائر وشبيبه القبائل الجزائري ايضا والهلال السوداني. والتصنيف الرابع والاخير فيه فيتا كلاب الكونغولي والمريخ السوداني والقطن الكاميروني وفايبرز الاوغندي. علشان والله يا استاذ ابراهيم انا مش شايف فوارق كبيره قوي بين المستويات. طبعا. لان تخيل انت تاخد اي ثلاث فرق من هذه التصنيفات، لا مجموعه جامده، كل المجاميع هتبقى جامده. عشان كده البطوله هتدخل في طور قوي جدا، كمان هيتعمل قرعه الكونفدراليه. انتوا عارفين ان بيراميدز وفيوتشر الاثنين اتاهلوا لدور المجموعات في البطوله. المستوى او التصنيف الاول في الكونفدراليه مازيمبا الكونغولي وبيراميدز واتحاد العاصمه الجزائري واسك كوت ديفوار، دول الاربع انديه اللي هيكونوا على رؤوس المجموعات. التصنيف الثاني يدوب فيه موتيما بيمبي بطل الكونغو الديمقراطيه وديانج افريكانز التنزاني. غير كده يعني المستوى ده فيه اثنين بس، الباقيين كلهم متساويين. اذا كان الاتحاد المنستيري التونسي، فيوتشر، سانت ايلولو الكونغولي، الجيش الملكي اللحظة، الاخضر الليبي، وتشاشوما الجنوب افريقي، ودايل نوار الكونغو، واسكو داكار توجو، وريفر يونايتد النيجيري، وريال باماكو المالي، دول الفرق المشاركه. يعني لما تيجي تشوف الاتحاد المنستيري اللي يعني اللي لسه الاهلي خرجه، لا سيبك من الاهلي خرجه، ده هو ده انا عايز اقول لك هو خرج مين؟ خرج بطل السوبر الافريقي، نهضة بركان، بطل السوبر الافريقي. يعني مش فرقه سهله. فيوتشر ما حدش يقدر يقول ان غير انها فرقه محترمه وكويسه، لكن دي اول مشاركه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله يا استاذ ابراهيم، احيانا التصنيف لا يدل عن قوه المنافسه. ولكن زي بعضه ماشي، ما هو لازم في تصنيف. أنا عايز أقول إن أفريقيا تتطور بشكل هائل يكاد يكون يومي، يعني إن القوة في أفريقيا بتفاجأ بفرق مش مستنية حتى على مستوى الفرق القومية. احنا شفنا الراس الاخضر عامل ازاي، وشفنا مدغشقر عامله ازاي، بتتطور بسرعه قوي. قوي. ولذلك انا منزعج من الثبات اللي احنا فيه. يعني انت بعد شويه ممكن، لا مين قال ان احنا في ثبات؟ احنا مش في ثبات، في تراجع. لا يعني ده لو ثبات يبقى كويس. لا، ما هو الثبات يؤدي الى تراجع يا استاذ ابراهيم. يعني انت لو حدفت حاجه لفوق
تبتدي السقوط امتى؟ في لحظه الثبات. اه لما تصل الى اقصى ارتفاع تنزل في لحظه الثبات اللي ما فيش قوه. لذلك تجد الصواريخ اللي بيبعتوها للكواكب على مراحل، كل ما توصل لاعلى مرحله لازم يحصل انفجار تاني زقها لاعلى. احنا ما عندناش المراحل بقى دي. المراحل الدافعه احنا بنوصل لنقطه ويبدا الهبوط. ده مش في الكره بس، حتى في كره السله برضو الفوضى بتعم. اتحاد كره السله اخيرا بيحدد موعد مباراتي الاهلي والزمالك. لجنه المسابقات حددت بعد تاهل الاهلي لنصف النهائي بعد الفوز على سبورتنج وعلى مستوى المرتبط والفريق الاول، كسب الاهلي سبورتنج رايح جاي، والزمالك تاهل ايضا لنفس الدور بعد ما تخطى طلائع الجيش مستفيدا من تفوق فريق المرتبط في مباراتي الذهاب والاياب قبل ما يحقق الفريق الاول للزمالك فوز واحد في مباراتي الكبار. المواعيد بقت يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 1 الظهر مرتبط الاهلي ضد مرتبط الزمالك، الساعه 3 مرتبط الجزيره ضد مرتبط الاتحاد، والساعه 5:30 الفريق الاول للاهلي ضد الزمالك، والساعه 8 الفريق الاول للجزيره ضد الاتحاد. ده يوم الاربعاء. يوم الجمعه مرتبط الاهلي ضد مرتبط الزمالك، ومرتبط الجزيره مع الاتحاد، والاهلي رجال ضد الزمالك الفريق الاول، والجزيره ضد الاتحاد. زعلان ليه في اتحاد السله؟ انا اراه من الاتحادات القليله. جده؟ مش جده، ما عندوش مشاكل. يعني ما تقدرش تنور له حتى المشاكل لما بيرد بمنطق. وهو ده انك انت لما تبقى بتاخد الطايره. لا ده الطايره ده 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 لا تقول لي كوره ولا غيره، ده اللي كاس البراعه. كاس البراعه. لا ده ما حصلش. الطايره ما حصلش. ليه كده؟ لكده لان اقول لك ايه الغرض مرض. لا يعني هل الجمعيه ما هو انت لما تحركك يا استاذ ابراهيم، جمعيات العموميه دلوقتي عددها مش كبير قوي وبتتاثر ب لا في ناس خلاص راسخه في موضوع الانتخابات ده. بتحرك الجمعيات العموميه. لان الجمعيات العموميه خلي بالك مصالحها مش واحده. يعني انت هتقول الجمعيه العموميه اللي بتختار الاتحاد، ما هي درجات مختلفه. ما يعني المصالح متباينه، ما يهمكش يعني القوه الضاربه في التصويت ملهاش دعوه بالممتاز ده ولا الدرجه الاولى دي يحصل لها ايه. ملهاش دعوه. فانت يعني عايزين طبعا لو يا ريت كان الجمعيات العموميه تعنى بالشان العام شويه. واللي احنا بنقول الشان العام، احنا عايزين نظام يا سيدي يطبق الكل يا عم، حتى لو ظالم بس يبقى مستقر وقوي من بدايه الموسم. ما فيش حاجات تتفسر. وبعدين ازدواجيه المصالح دي اللي بين المسؤولين داخل الاتحاد واولادهم اللي بيلعبوا وميولهم مع انديه، الوضع كده خطير شويه او خطير كتير. لان اللعبه ايضا هتكتشف انها بتتراجع. يعني احنا كان لينا نتائج احسن من كده بكتير في الطايره. او مستويات احسن من كده، وعندنا عناصر مهمه جدا. يعني على المستوى الفردي لا، مليانه عناصر مهمه. فنتمنى يعني ان احنا نتدارك الامر، وكل واحد زي على راي الكابتن سمير عثمان، كل مسؤول يحب نفسه اكتر. يحب نفسه اكتر. يحب نفسه ازاي؟ انه يقدم النموذج المحترم الحيادي اللي هو بيراعي سمعته هو. بيحب نفسه. انا عايز الناس تذكرني ازاي؟ تحترمني ازاي؟ بالخير ولا ببعض المواقف اللي تتحسب عليا وتخلي ناس تطلع؟ احنا مش بنتجنى، احنا بنشوف مدرب اجنبي طالع بيقول ايه ويثبت ان كل كلمه قالها صح. حصلت. صحيح. ازمات متتاليه فيها الشرار احنا ويطلع رئيس الاتحاد ينطق بالحكم قبل ان يستعرض المشكله. بيدافع عن طرف من الاطراف. طالع بيدافع عن طرف من الاطراف في قضيه لم تصل اليه مكتمله حتى الان. حتى الكلام ده ما بيزعجش حد؟ الخبره ما لا لا ما حدش بينزعج. لان ما لا يعني استاذ ابراهيم ما حدش مهتم ولا يكترث للدرجه. طبعا استاذ ابراهيم، وانت لما تصل
ان الوسط الرياضي والاعلامي يشهد هذا المشهد اللي مالوش مثيل في الدنيا، مالوش مثيل ومالوش توابع عندنا. يعني المساله فيها تمادي، ما فيش خلاص ضوابط ولا سقف لاي اعتبار قيمي. خلاص مين اللي هيتخض ولا يتضايق؟ ودي المشكله. المشكله مش سيبك من الفوز اللحظي، تحس ان غده الاندهاش اتشالت اللي يا استاذ ابراهيم. لا، غده القلق اندهاش اتشالت وحط مكاننا غده القلق. ليه قلق؟ ليه؟ هو احنا اولادنا اللي طالعين دول شايفين ايه؟ صحيح، شايفين ان معيار الصح والغلط فين؟ يعني حتى في ضبط المصطلحات احنا شوشنا معاني المصطلحات على الاجيال دي. طبعا شوشنا عليهم. هو ايه؟ هو انت تمشي مع اللي تكسبه العبه، ولا تمشي مع علي الحقائق دون فحص حقيقي للحقيقة علشان تتمسك بها؟ وبعدين لما تكتشف ان اللي مسؤول عن الدفاع عن الحقيقة هو الذي يخترقها، طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يعني المؤسسات المعنية الرياضية المعنية بتثبيت معاني الميثاق الأولمبي، معاني الممارسة الرياضية السليمة اللي تربينا كلنا بنقول الأسرع والأقوى، ليس مهم النتائج ولكن شرف المحاولة، الشفافية والسلامة وشرف المنافسة، وكيف تفوز وأنت متغلب على ضعفك الشخصي. للأسف بقت قيم، وكيف تهزم وأنت بتتجنب الانكسار؟ لا، الاكتساب والعبه خلاص خلصت. خلصت للدرجات دي؟ ما اعرفش، انت عايشها زي انت عايش اكتر مني، اسوأ منك والله الحقيقه. يعني فعلا اخطر ما في الامور انه تحسوا انه فعلا غده الاندهاش والاستغراب اتشالت، ما عادش في حاجه تقدر تستغرب منها او تستغرب عليها. لكن نقدر نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل عشان نشوف ضربه البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. عام الخسائر الكرويه ليس تشاؤما ولكن وقفه وضروره. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه الحلقه 795. المهندس عدلي بيبداها بنظرة فيها نوع من التشاؤم ولا القلق؟ لا مش تشاؤم، ده رصد. خلاص تشاؤم ده في اللي جاي، لكن انت بترصد اللي فات. دي نظرة واقعية لأمر واقع، لحقائق تحققت. على احنا دلوقتي في شهر 11، مالناش في كأس العالم، يبقى مصر مالهاش حاجة في اللي جاي لآخر السنة. طيب ابتديناها ازاي وانهيناها ازاي؟ خسرنا البطولة العربية، كأس الأمم الأفريقية، تصفيات كأس العالم، ده على مستوى الفريق الأول. النادي الأهلي بما حدث معاه يخسر بطولة كانت في متناوله، بطولة أفريقيا، عشان يحرم تحقيق إنجاز كان يمكن أن يكون ضوءا يعني ينتشل الكرة المصرية أو يتحدث عنها العالم من خلاله، ويبدو أنه كان مقصودا ألا يحصل، ألا ينفرد بالأضواء وحده. والآن يخرج منتخب حولنا عليه كثيرا منذ أسابيع يحقق نتائج مبهرة في بطولة العرب، ويخسر في النهاية أمام السعودية. قلنا ماتش ودي أو بطولة هي إعداد رائع لتصفيات التأهل لنهاية كأس الأمم الأفريقية. مش في البطوله نفسها. فتخفق هذا الاخفاق. النهارده خسرنا من المغرب 2-1 وخرجنا، خرجنا من تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم. خسرنا من المغرب الفريقين كنا كسبانينهم من شهر مضى. اذا الناس دي اشتغلت على نواقصها واحنا اتخدرنا. وابتدينا لعبنا الجزائر في الجزائر ماتش ودي، الجزائر كانت بره، فإذا المستضيفة للتصفيات، واحنا يعني
معرفش ازاي بنعرف نخرج من الايجابيات بهذا الكم من السلبيات. عشان كده حلقه اليوم مهمه لمناقشه كل هذه التفاصيل وتلك ابرز عناوينها. مقالي ومقاله العدل يا رابطه والغربال التلاعب بالحقائق وبعضمة لسانه هكذا يكون حب الوطن والشموع الحمراء عن طلعت حرب باشا لكن أسرار الملك عن سيد صالح وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز بداية أقول لكم النهاردة الأهلي استأنف تدريباته خلال بعد فترة التوقف 5-6 أيام. مستر كولر رجع امبارح، النهاردة شارك في قيادة التمرين زي ما حضراتكم شايفين. اللي شارك فيه بعد فترة من العلاج والتأهيل عمرو السولية وأليو ديانج، وشارك محمود متولي ومحمد عبد المنعم في تدريبات التأهيل في الجيم، وبكرة الفريق إن شاء الله يتمرن على فترتين. يعني كتراحة يعني محسوبة أيام، يعني خمس أيام. انتهز فيها الجهاز الفني فرصة توقف النشاط المحلي عشان المنتخب، وكله بيترقب دلوقتي. أصبح النادي الأهلي يعني حاجة حلوة وحاجة يعني نخلي بالنا منه. الكل يترقب الأهلي بشغف دلوقتي. أيوه. عايز يعرف هيكمل كده، هيتطور، هيتوقف. بإذن الله نكمل كده ونتطور. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتمع مع كولر عشان يرتب الفترة اللي جاية من هنا لغاية يوم 27. يوم 27 الأهلي والمقاولين، الحد اللي بعد اللي جاي. الأهلي والمقاولين دور الثمانية لكأس مصر هيسبقوا بيوم الزمالك بيكون بيلعب مع المصري، والبنك الأهلي بيلعب مع بيراميدز. الأهلي بإذن الله تعالى، الأهلي والمقاولين، الفائز وإن شاء الله يكون الأهلي هيلعب سموحة في الدور قبل النهائي. الزمالك والمصري وبيراميدز والبنك الأهلي، اللي هيكسب من الأربعة دول هيلعب في السيمي فاينال أيضا. يعني كويس، كل ما بتخلص مسابقة بدري بدري كده بيكون أفضل، كفاية تداخل في المواسم. أديك شايف الفوضى، هو اللي أنا قلته ده، أنا قلت وقفة وضرورة. أي. لازم ندرس أسباب هذا الفشل وهذا الخذلان لشعب بيعشق الكورة وبلد مؤسس في أفريقيا الاتحاد الإفريقي، لا يليق بتصنيفنا ولا يليق بنتائجنا. والنهارده لما يصل الامر الى الناشئين الامر يصبح اكثر ازعاجا. مؤشرات مستقبل صعبه. ولكن انا الذي اراه لا يمكن المناخ اللي احنا فيه ده يفرز عمل صالح ابدا. العشوائيه والفوضى والانفلات ولعي الحقائق والعبث في الحقائق شيء مرعب. صحيح. طيب يوم الأربع إن شاء الله تعالى قرعة دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وفي الكونفدرالية. تعرفين دوري أبطال أفريقيا الأربع مستويات، الأهلي على رأس المستوى الأول، الأهلي عنده 78 نقطة، معاه في نفس المستوى الوداد والترجي والرجاء. يعني القرعة هتتعمل، هيتحط الأهلي على رأس مجموعة، الوداد على رأس مجموعة، الترجي والرجاء. الأربعة دول مش هيقابلوا بعض في دور المجموعات، الأربعة هيكونوا على رؤوس المجموعات، وبعد كده هتتسحب قرعة يرمي من كل مستوى واحد على كل فرقة من على كل مجموعة من المجموعات الأربعة. التصنيف الثاني فيه صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك وحوريا كوناكري الغيني وبترو أتلتيكو الأنجولي. التصنيف الثالث سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائر وشبيبة القبائل الجزائري أيضا والهلال السوداني. والتصنيف الرابع والأخير في فيتا كلاب الكونغولي والمريخ السوداني والقطن الكاميروني وفايبرز الأوغندي. علشان والله يا أستاذ إبراهيم أنا مش شايف فوارق كبيرة قوي بين المستويات. طبعا.
لان تخيل انت تاخد اي ثلاث فرق من هذه التصنيفات، لا مجموعه جامده، كل المجاميع هتبقى جامده. عشان كده البطوله هتدخل في طور قوي جدا. كمان هيتعمل قرعه الكونفدراليه، انتوا عارفين ان بيراميدز وفيوتشر الاثنين اتاهلوا لدور المجموعات في البطوله. المستوى او التصنيف الاول في الكونفدراليه مازيمبي الكونغولي وبيراميدز واتحاد العاصمه الجزائري واسك كوت ديفوار، دول الاربع انديه اللي هيكونوا على رؤوس المجموعات. التصنيف الثاني يدوب فيه موتيما بيمبي بطل الكونغو الديمقراطيه وديانج افريكانز التنزاني. غير كده يعني المستوى ده فيه اتنين بس، الباقيين كلهم متساويين. اذا كان الاتحاد المينستيري التونسي، فيوتشر، سانت ايلولو الكونغولي، الجيش الملكي اللحظة، الاخضر الليبي، وتشاشوما الجنوب افريقي، ودايل نوار الكونغو، واسكو داكار توجو، وريفر يونايتد النيجيري، وريال باماكو المالي، دول الفرق المشاركه. يعني لما تيجي تشوف الاتحاد المينستيري اللي يعني اللي لسه الاهلي خرجه، لا سيبك من الاهلي خرجه، ده هو ده انا عايز اقول لك هو خرج مين؟ خرج بطل السوبر الافريقي، نهضه بركان، بطل السوبر الافريقي. يعني مش فرقه سهله. فيوتشر ما حدش يقدر يقول ان غير انها فرقه محترمه وكويسه، لكن دي اول مشاركه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله يا استاذ ابراهيم، احيانا التصنيف لا يدل عن قوه المنافسه. ولكن زي بعضه ماشي، ما هو لازم في تصنيف. انا عايز اقول ان افريقيا تتطور بشكل هائل يكاد يكون يومي، يعني ان القوه في افريقيا بتفاجئ بفرق مش مستنيه حتى على مستوى الفرق القوميه. احنا شفنا الراس الاخضر عامل ازاي، وشفنا مدغشقر عامله ازاي، بتتطور بسرعه قوي. قوي. ولذلك انا منزعج من الثبات اللي احنا فيه. يعني انت بعد شويه ممكن، لا مين قال ان احنا في ثبات؟ احنا مش في ثبات، في تراجع. لا يعني ده لو ثبات يبقى كويس. لا، ما هو الثبات يؤدي الى تراجع يا استاذ ابراهيم. يعني انت لو حذفت حاجه لفوق تبتدي السقوط امتى؟ في لحظه الثبات. لما تصل الى اقصى ارتفاع تنزل. في لحظه الثبات اللي ما فيش قوه، لذلك تجد الصواريخ اللي بيبعتوها للكواكب على مراحل، كل ما توصل لاعلى مرحله لازم يحصل انفجار تاني يزقها لاعلى. احنا ما عندناش المراحل بقى دي. المراحل الدافعه احنا بنوصل لنقطه ويبدا الهبوط. ده مش في الكوره بس، حتى في كره السله برضه الفوضى بتعم. اتحاد كرة السلة أخيرا بيحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك. لجنة المسابقات حددت بعد تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على سبورتنج، وعلى مستوى المرتبط والفريق الأول كسب الأهلي سبورتنج رايح جاي، والزمالك تأهل أيضا لنفس الدور بعد ما تخطى طلائع الجيش مستفيدا من تفوق فريق المرتبط في مباراتي الذهاب والإياب قبل ما يحقق الفريق الأول للزمالك فوز واحد في مباراتي الكبار. المواعيد بقت يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 1 الظهر مرتبط الاهلي ضد مرتبط الزمالك، الساعه 3 مرتبط الجزيره ضد مرتبط الاتحاد، والساعه 5:30 الفريق الاول للاهلي ضد الزمالك، والساعه 8 الفريق الاول للجزيره ضد الاتحاد. ده يوم الاربعاء. يوم الجمعه مرتبط الاهلي ضد مرتبط الزمالك، ومرتبط الجزيره مع الاتحاد، والاهلي رجال ضد الزمالك الفريق الاول، والجزيره ضد الاتحاد. زعلان ليه في اتحاد السله؟ انا اراه من الاتحادات القليله. جده؟ مش جده، ما عندوش مشاكل. يعني ما تقدرش تنور له حتى المشاكل لما بيرد بمنطق. وهو ده انك انت لما تبقى بتاخد الطايره. لا ده الطايره ده 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 ده, ده, ده لا تقول لي كوره ولا غيره، ده اللي كاس البراعه. كاس البراعه. لا ده ما حصلش. الطايره ما حصلش. ليه كده؟ لكده لان اقول لك ايه الغرض مره. لا يعني هل الجمعيه، ما هو انت لما تحركك يا استاذ ابراهيم، جمعيات العموميه دلوقتي عددها مش كبير قوي وبتتاثر ب، لا في ناس خلاص راسخه في موضوع الانتخابات ده. بتحرك الجمعيات العموميه. لأن الجمعيات العمومية خلي بالك ما
مصالحها مش واحده. اه يعني انت هتقول الجمعيه العموميه اللي بتختار الاتحاد، ما هي درجات مختلفه، ما 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 يعني المصالح متباينه، ما يهمكش يعني القوه الضاربه في التصويت ملهاش دعوه بالممتاز ده ولا الدرجه الاولى دي يحصل لها ايه، ملهاش دعوه. فانت بت يعني عايزين طبعا لو يا ريت كان الجامعات العموميه تعنى بالشان العام شويه. واللي احنا بنقول الشان العام، احنا عايزين نظام يا سيدي يطبق الكل يا عم، حتى لو ظالم بس يبقى مستقر وقوي من بدايه الموسم. ما فيش حاجات تتفسر. وبعدين ازدواجيه المصالح دي اللي بين المسؤولين داخل الاتحاد واولادهم اللي بيلعبوا وميولهم مع انديه، الوضع كده خطير شويه او خطير كتير. لان اللعب ايضا هتكتشف انها بتتراجع. يعني احنا كان لينا نتائج احسن من كده بكتير في الطايره، او مستويات احسن من كده، وعندنا عناصر مهمه جدا. يعني على المستوى الفردي لا، مليانه عناصر مهمه. فنتمنى يعني ان احنا نتدارك الامر، وكل واحد زي على راي الكابتن سمير عثمان، كل مسؤول يحب نفسه اكتر. يحب نفسه اكتر. يحب نفسه ازاي؟ انه يقدم النموذج المحترم الحيادي اللي هو يراعي سمعته هو. بيحب نفسه. انا عايز الناس تذكرني ازاي؟ تحترمني ازاي؟ بالخير ولا ببعض المواقف اللي تتحسب عليا وتخلي ناس تطلع؟ احنا مش بنتجنى، احنا بنشوف مدرب اجنبي طالع بيقول ايه ويثبت ان كل كلمه قالها صح. حصلت صحيح. ازمات متتاليه فيها شراب، احنا ويطلع رئيس الاتحاد ينطق بالحكم قبل ان يستعرض المشكله. بيدافع عن طرف من الاطراف. طالع بيدافع عن طرف من الاطراف في قضيه لم تصل اليه مكتمله حتى الان. حتى الكلام ده ما بيزعجش حد؟ الخبره ما لا لا ما حدش بينزعج. لان ما لا يعني استاذ ابراهيم، ما حدش مهتم ولا يكترس للدرجه دي. طبعا استاذ ابراهيم، وانت لما تصل ان الوسط الرياضي والاعلامي يشهد هذا المشهد اللي مالوش مثيل في الدنيا، مالوش مثيل ومالوش توابع عندنا، يعني المساله فيها تمادي. ما فيش خلاص ضوابط ولا سقف لاي اعتبار قيمي. خلاص مين اللي هيتخض ولا يتضايق؟ ودي المشكله. المشكله مش سيبك من الفوز اللحظي، تحس ان غده الاندهاش اتشالت. اللي يا استاذ ابراهيم، لا غده القلق اندهاش اتشالت حتى مكاننا غده القلق. ليه قلق ليه؟ هو احنا اولادنا اللي طالعين دول شايفين ايه؟ صحيح. شايفين ان معيار الصح والغلط فين؟ يعني حتى في ضبط المصطلحات احنا شوشنا معاني المصطلحات على الاجيال دي. طبعا شوشنا عليهم. هو ايه؟ هو انت تمشي مع اللي تكسبه العبه، ولا تمشي مع علي الحقائق دون فحص حقيقي للحقيقه علشان تتمسك بيها؟ وبعدين لما تكتشف ان اللي مسؤول عن الدفاع عن الحقيقه هو الذي يخترقها، طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يعني المؤسسات المعنيه الرياضيه المعنيه بتثبيت معاني الميثاق الاولمبي، معاني الممارسه الرياضيه السليمه اللي تربينا كلنا بنقول الاسرع والاقوى، ليس مهم النتائج ولكن شرف المحاوله، الشفافيه والسلامه وشرف المنافسه، وكيف تفوز وانت متغلب على ضعفك الشخصي. للاسف بقت قيم. وكيف تهزم وانت بتتجنب الانكسار؟ لا، اللي تكسبه العبه، خلاص خلصت. خلصت. للدرجه دي؟ ما اعرفش انت عايشها زي انت عايش اكتر مني. اسوأ منك والله الحقيقه. يعني فعلا اخطر ما في الامور انه تحسوا انه فعلا غده الاندهاش والاستغراب اتشالت، ما عادش في حاجه تقدر تستغرب منها او تستغرب عليها. لكن شع الاهلي، اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي برغم ما في هذا المناخ الرياضي من صور، الا انه يبقى القادر دايما على انه يقدم البطل الرياضي الصحيح. واحنا بنشوف حتى في الالعاب الفرديه
الحقيقة تألق أبناء الأهلي وبنات الأهلي سواء في تنس الطاولة أو في الكاراتيه أو في الإسكواش أو في الجمباز حاجة فعلا تدعو للفخر بقدرات هذا النادي على تقديم أفضل الرياضيين. واحد من دول مصطفى عسل بطل الإسكواش. مصطفى عسل لما تشوفوا تصريحاته، أولا هو حد الحس الأهلاوي عنده عالي قوي، مشجع للكورة حتى، يعني كان بيخوض بطولات عالم كبيرة تلاقيه بين الأشواط بتاعته مهموم إنه يعرف ماتش الأهلي في الكورة عمل إيه. هو حاس عايش الحاسة الأهلاوية عنده قوي. تصريحات له الحياة وقفت عندها إنه بص المثابرة والكفاح، قال لك أنا لما بدأت ألعب سكواش كان ترتيبي الأربعين على مصر. فضلت أشتغل وأتمرن وأركز وأطور نفسي بقى التالت على العالم. فبص الـ 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 نتيجة الجهد والشغل. عارف ليه؟ آه طبعًا بالإضافة إلى إمكانياته البدنية. آه التطور اللي حصل في شخصيته. آه أنا من سنتين لما طلع حتى كلمت أخونا وحبيبنا الكابتن هيثم السعيد. أيوه قلت له خلي مصطفى يكلمني. آه قال لي قلت له أنا قلقان عليه. آه قال لي ليه؟ قلت له لا بيعمل بعض التصرفات محتاج إنه يسيطر عليها. حماس ضافق، يحتفل بطريقة مبالغ فيها، كثير نظر إلى الحكام. أنا عايز أكلمه وأقول له يا مصطفى عشان تقدر توصل لنقط بعيدة الحاجات دي هتعطلك. وفعلا تجده أكثر نضجا حتى في تصريحاته، أكثر هدوءا، أكثر ثقة، ومع توالي الانتصارات وانضباطه في الرانكينج او في الترتيب العام اللي وصل له لا بيقدم لنا نموذج لبطل رائع يليق بمصر والنادي الاهلي ويليق بمصطفى عسل. طيب مصطفى عسل قال ان انا بعتبر بطوله العالم للجامعات اللي هو توج بيها انجاز كبير للغايه بالنسبه له، ان اخر لاعب مصري حققها كان رامي عاشور عام 2008، وقال ان انا اديت بشكل جيد في البطوله، وبيشكر الدكتور اسماعيل عبد الغفار على المجهود الكبير اللي بذله معاه، وشارك مع مصطفى السرتي في بطولات العالم للشباب، وقال ان هو ادى بشكل كويس. السرتي بيحتل المركز الـ24 على مستوى العالم وسعيد انه موجود في لاعب بهذا الجيل. قال كمان مصطفى عسل لما كنت صغير كنت بحب لعب الكوره وما فكرتش ابدا في الاسكواش، كنت في المركز الـ40 على مستوى العالم على مستوى مصر، كنت بعيد جدا عن المنافسه بشكل كبير، لكن ما حققته ناتج عن مجهود وتعب كبير قوي ببذله، وبشكر النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس اداره النادي على المجهود الكبير اللي بذلوه معايا في الفتره الاخيره. قال كمان مصطفى عسل انه سعيد جدا بالدعم المتواصل له من جماهير الاهلي وجماهير مصر كلها، ووجه لهم كل الشكر، وقال ماتوا داعمني عائلتي ويقف بجواري في جميع الأوقات مع الجماهير هي السبب من أسباب التفوق. شوف السطرين الأخرين دول أهم حاجة قالهم. أيوه. ليه أهم حاجة؟ لأنه كان حصل تلقيح كلام وربط أيوه بما أقدم عليه محمد الشرباجي بالتجنس بالجنسية الإنجليزية في بداية أو في منتصف الموسم كده، وقالوا إن مصطفى عسل إذا استمر الوضع وتجاهل أو عرقلة مسيرته وعدم يعني الاهتمام بملف الرعاية بتاعه قد يتلقى، هو يتلقى بالفعل الكثير من العروض للتجنيس. ما قاله أتلقى دعما متواصلا من جماهير النادي الأهلي وجماهير مصر بالكامل وأوجه لهم الشكر. ده بيقول لك إنه حاسس بقيمته في مصر وحاسس بالدعم اللي بياخده، وأرجو أن نحافظ يا جماعة على مواهبنا في عالم أصبح شوف يا أستاذ إبراهيم بطولات للإيجار. ده عنوان الرياضة على مستوى العالم وخصوصا في أفريقيا. تقدر تأجر من دكاكين اللاعبين. أيوه. تأجر محترفين يلعبوا لك بطولة ويتكلوا على الله. فالبطولات أصبحت
لا تدل على المستوى العام للمنتخبات او الانديه بقدر ما تدل على اجر اللي معاه فلوس بيروح ياجر لعيبه يخلص بيها بطوله. والكارثه ان اتحاد الكره الطائره اتاح هذا الامر في مصر. بقى متاح. اي هتقولي كارثه ليه؟ هقول لك ما هي دي هتاثر على قاعده اهتمامك، يعني عك في الاول وتعالى في ساعه الجد روح ماجر اتنين او تلات لعيبه يجيبوا لك بطولات. وتحتفل وتقنع نفسك انك بطل. حتى لو الاهلي بيعمل كده، انا بتكلم على مناخ رياضي عام. انا بتحدث هو ايه صالح الرياضه بتاعنا، بتاع افريقيا في ايه؟ بتاع العرب في ايه؟ يمكن بتاع العرب قد يكون في مرحلة ما، ها، لأنه بدأوا الرياضة يعني متأخر شوية وجابوا نماذج مهمة واستخدموا نجوم كبار زي التجربة اليابانية زي التجربة الصينية، ولكن تيجي لحظة لازم تعتمد على أولاد بلدك بقى الذين تعلقوا باللعب وعايزين ياخدوا فرصهم وياخدوا العناية دي، بدل ما نقعد نجيب لهم أبطال يتضرب العلم السلام الوطني هم مش حافظينه. ما يعرفوكش. والاستاذ عبد المنعم البلوند ده اللي ابو عينين الخضراء اللي بيتكلم لغه ما بيتكلمش عربي. بيكسب ميداليه برونزيه ولا فضيه ولا ذهبيه. هنصل الى هذا الامر اذا وصل الى مصر او اذا طلعت لعيبتنا اتجنست بره. عندنا لعيبه مصنفين اللي متجنس بجنسيه بلغاريه في رفع الاثقال او المصارعه ابطال عالم. في قطر ابطال عالم. عايزين نخلي بالنا من ولادنا. وهي المصاريف ايه؟ ده احنا بنصرف يعني ما بيجيب مدرب اجنبي لو صرفنا الفلوس دي ها على لعيبتنا عشان نحتفظ بيها في مصر هيقعدوا. صحيح. طيب جزء من التخطيط للمستقبل الحقيقه في تنس الطاوله، وتنس الطاوله نموذج للعبه الناجحه في النادي الاهلي. مش بس الاهلي عنده تقريبا اكثر من 80 90% من قوام المنتخب سواء الولاد او البنات. لا ده كمان على مستوى الشباب والشابات بيبني بشكل دقيق جدا وقوي جدا. الاهلي بيفوز في بطوله 17 سنه و19 سنه ولاد وبنات ببطوله الجمهوريه وبتفوق كبير جدا على كل المنافسين. اقرب منافس ليه له نادي الزمالك، الاهلي كسب 3-0 في كل مباراه. هقول لكم مثلا في 17 سنه ناشئين الاهلي كسب البطوله بعد ما فاز على الزمالك. البطوله اتلعبت يوم الاحد امبارح على صاله النادي الاهلي في مدينه نصر. الاهلي قدم عرض قوي جدا واستطاع ياسين ياسر ومؤمن صلاح وياسين وائل التفوق بشكل كاسح في البطوله. دول ناشئين الاهلي تحت 17. طيب انسات الاهلي تحت 19 برضو فازوا بالبطوله، كسبوا الزمالك 3-0 ايضا. وقدمت بنات الاهلي بقياده هنا جوده وساره ياسر ورؤى الناغي عرض قوي جدا في البطوله. في بطوله الفريق كمان الاهلي كسب، يعني الاهلي كسب 17 و19 ولاد وبنات بالتشكيل القوي جدا. سيدات الاهلي كمان في الفريق الاول كسبوا الدوره المجمعه الاولى بعد ما فازوا على سبورتنج وعلى العبور وعلى مدينة نصر وعلى الرباط والأنوار 3-0 في كل مباراة. كابتن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة سعيد جدا بهذه النتائج وبيقول إن ده بناء قوي لمستقبل اللعبة. شوف تنس الطاولة أنا كنت مؤمن بهذا، أنا يعني من الستينات وأنا لي علاقة باللعبة. أيوه. حتى نهاية السبعينات. أيوه. وكنت مؤمن تماما بمبدأ يقول أعطيني ملعبا أعطيك بطلا. أيوة. وحكيت لك القصه المتهوره ان انا كسرت صاله من غير ما ارجع للمسؤولين في النادي. عم مجاهد كسر، يا عم مجاهد ثاني يوم يا سياده الفريق والنبي بلط لنا دي ووقفني بعد كده. والراجل بسماحه هائله وتقدير لحسن النوايا، وانا يعني ما بنصحش حد يعمل كده لان انا كنت غلطان، بس غلطان بنيه طيبه. اسفرت ان يبقى عندك مكان صاله راتب الصالون دي بقت صاله تنس طاوله. أيوة. لما اتعمل الـ 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 المجمع السباحه مدينه نصر تحتيه 3000 متر، خدنا نصه
صالات تنس طاوله، وكانوا زعلانين ان بيتنقلوا هناك. نروح مدينه نصر يا جماعه، انتوا هتروحوا على ملاعب مش موجوده في العالم. ايوه صالات مش موجوده، معمل تفريغ فعلا. ماشي خلاص بقى خلصت. عندك 10 طاولات مثلا، ها تقدر تتمرن بجميع المراحل السنيه في نفس الوقت من الصبح لبالليل. ايوه مناخ والسقف عالي والدنيا حلوه يعني. النجاح بيجيب نجاح. أيه. مين اللي مسؤول؟ انت بتقول اشرف عبد الفتاح. ها واشرف اسمه صبحي، اشرف صبحي. اشرف صبحي دول كانوا ابطال النادي الاهلي. ايوه يعني جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل. واشرف عبد الفتاح انا احييه لانه بقاله مده طويله ومناضل، واصبحت دي عيلته. تنس الطاوله عائله في النادي الاهلي، واللي بيحافظ لك على هذا التفوق هذا المفهوم العائلي يا استاذ ابراهيم اللي عايشين بيه. اتمنى نشوف. انت عندك آل عصر، عمر عصر ده لاعب مصنف. دينا مشرف لعيبه على مستوى العالم. النهارده انا جوده على مستوى العالم عامله ذع حضور قوي جدا. 17 و19 و15. ايوه ايه ده؟ حتى على السيدات بقى لها تصنيف. ايوه من 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 احسن 50 لعيبه. ايوه فانت ماشي وربنا بيكرمك وبيوفقك لانك بتاخذ بالاسباب، ودي لعبه اخذت بالاسباب وماشي عليه. ده الحقيقه شغل جامد جدا يستحق عليه تنس الطاوله في الاهلي. انا بقول لك عائلات يعني، عائلات عز، عائلات ابو الفتوح، عائلات درويش. واخد بالك؟ سلمت لمشرف. لعائلات مشرف. والدولات لي. أيوه. واخد بالك؟ النهارده بتسلم من خلال برضو العصر. اشرف عبد الفتاح وقال عصر انت ماشي ماشي. أيوه. جيل بيسلم جيل. دي مساله مهمه جدا. طيب نرجع للكوره. منتخب مصر بيستعد في الكويت لمباراة بلجيكا إن شاء الله. النهاردة النجم العالمي محمد صلاح انضم لبعثة المنتخب في الكويت، واستقبل استقبال حار جدا بحفاوة شديدة زي ما انتم شايفين في مطار الكويت. كانت كل الناس من امبارح بتترقب وصول صلاح، استعداداتها كانت خاصة له في الكويت. انضم لمعسكر المنتخب اللي خرج منه عمر مرموش للإصابة، وروي فيتوريا بيجهز اللعيبه اللي فيها القائمه، محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد عواد. يعني عشان نحسم موضوع كابتن محمد صلاح، لو قلت من 10 سنين مجرد تفكير انا هيبقى عندي لعيب عالمي هيعمل 1 2 3 كنت هتتقبل بسخريه، صح؟ لا طبعا طبعا، مش لندره المواهب، للاستعداد الذهني والشخصي والنفسي. لما بنقول يا جماعه محتاجين لايف كوتش. صحيح. او تالنت كوتش، محمد صلاح خير دليل. ان ياخدك مرحله يسلمك لمرحله يسلمك لمرحله، وشخصيتك بتتبني لحد انك انت تقدر يضغط عليك ضغط سلبي لجمهور مش جمهورك في بلد مش بلدك، تقوم تتحمله وتقدر تسترد ثقة هذه الجماهير ويتغنوا باسمك ويتأسوا بيك. هي دي الشخصية الرياضية السليمة يا استاذ ابراهيم. طيب روي فيتوريا استدعى مروان حمدي لاعب المصري مكان عمر مرموش اللي غاب زي ما قلت لكم، أصيب في مباراته الأخيرة في الدوري الألماني. والقائمة بجانب حراس المرمى الثلاثة الشناوي واحمد الشناوي وعواد، فيها عمر جابر واكرم توفيق واحمد حجازي وعلي جبر واسامه جلال ومحمود علاء ومحمد حمدي وحسين السيد، وفي نص الملعب معاه طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني وامام عاشور ومحمود حماده وقفشه وطاهر محمد طاهر وزيزو ومحمد صلاح وتريزيجيه، وعنده في الهجوم واخد احمد حسن كوكا واستبعد عمر مرموش وضم مروان حمدي بالاضافه لمصطفى محمد. ده بالاضافه طبعا للاستبعادات الاولى اللي كانت تمت. خرج قبل السفر محمود جاد وعبد الله جمعه وباهر المحمدي وعمرو السيسي ومروان عطيه وحسام عبد المجيد وخالد صبحي واحمد عبد القادر ومصطفى زيكو ومحمد شريف واحمد ياسر ريان ومروان حمدي اللي تم استدعائه تاني. تمام. نتمنى كل التوفيق. مباراه مهمه يعني مع بلجيكا، يعني خاصه بلجيكا بتستعد لدخول كاس العالم مباشره. تصنيف مروان جناح ولا راس حربه؟
لا هو واخده طبعا على اساس انه يلعب جناح. مش عارف يعني هو في وجود تريزيجيه يعني ده ماتش واحد يعني اعتقد ان تريزيجيه هيتأدي. دي كانت اطلاله خبريه سريعه، لكن تبقى ضربه البدايه مع مقالي ومقاله العدل يا رابطه. رابطه الانديه المحترفه طلعت عقوبه ضد مجموعه من جماهير الاهلي، وعايزه اتاكد وترسخ على فكره شخصيه العقوبه، انها بدل ما تفرض غرامات على الانديه لا خلاص هي الجماهير متسجله اسمائها من خلال شركه تذكرتي ومن خلال حجز التذاكر، فكل مشجع بياناته موجوده. فقالوا ان هم قال ايه حددوا عدد الجماهير اللي هتفت هتافات خارجه، فقالوا انه تم ايقاف 900 عدد من جماهير الاهلي، 986 مشجع للاهلي. الهتافات كانت في مباراه الاهلي والداخليه الاخيره. قالوا مسؤول الرابطه ان ايقاف هذا العدد من جماهير الاهلي لمده مباراتين بسبب السباب الجماعي اللي شاهدته المباراه، مما ادى الى ايقافهم عن الحضور المباراتين القادمين للفريق، مع تحذيرهم بالايقاف عن الحضور حتى نهايه الموسم حال تكرار نفس المساله. الرابطه قررت كمان توقيع غرامه قيمتها 20,000 جنيه على الاتحاد السكندري لما بدر من جماهيره تجاه احد عناصر اللعبه خلال مباراه الفريق مع طلائع الجيش، وفي حال تكرار الامر هيتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهايه الموسم. شوف في اكتر من حاجه ايجابيه وحاجات سلبيه. ايوه نبتدي بالايجابيات. الايجابيات ان العقوبه بقت شخصيه. لان الانديه بتظلم، لكن يبدو ان هي مرحله، يعني المرحله الاولانيه غرامه للانديه، بعد كده بتتنقل تبقى شخصيه للاتحاد السكندري. المره دي 20,000 جنيه قالوا له بعد كده هنوقف جماهيرك. انا مش فاهم هو الانديه تتحمل ليه غرامات بالنيابه عن جماهيرها؟ ولا الجماهير هتعبأ ولا الانديه هتقدر تسيطر الا اذا كان لا قدرت تثبت ان في علاقه بين ما حدث في الملعب وبين ادارات الانديه، مسؤوليه الانديه حول ما حدث. ايوه دي اول ايجابيه، يعني تبقى شخصيه. تاني ايجابيه ان وهي إيجابية تنطوي على سلبية خطيرة. إنك تبتدي تحاسب بناء على تحديد بشكل موضوعي، أنت بتقول خلاص نقدر نجيب الشخص اللي بيعمل الشخص اللي بيعمل أي خروج عن النص. لأنه من خلال النظام معروف قاعد على أنهي كرسي وبيعمل إيه واسمه إيه وبياناته متسجلة وكل حاجة. طيب ايه الايجابيه في كده؟ مش عايزين يسود الملاعب هذا النوع من الخروج عن النص، لان ده بيؤدي بعد كده الى عنف، دي مرحله سابقه للعنف. بس بقى السلبيه الخطيره انك تختص الاهلي بيه. فكره ان انا اجيب الكبير اعمل بيه مثل فكره غير عادله، لان احنا شفنا ايه اللي بيحصل في الملاعب كلها. كل الجماهير تقريبا معظمها بتخرج عن النص وبتحضر باعداد اكتر من المسموح به. يعني حته العداله اللي انت بتقول عليها دي مهمه جدا، والا مش هتجيب نتيجه. ما انت لو انت ما عممتش يبقى بتشخصن العقوبه على نادي بقى بالظبط، وجماهير بعينها بقيه الجماهير مش هتنضبط، ونفس الجماهير دي مش هترددع تقول لك اشمعنى انا. عايزين كل المسطره واحده عشان نشوف مدرجات خاليه من التجاوزات. ده كلام مهم يا جماعه، وكويس ان احنا وصلنا لمرحله تحديد شخصيه العقوبه. بس زي ما المهندس عدلي بيقول، هو هنا في كام نقطه. انت حددت 986 ازاي؟ يعني 985، رقم 6 ده جبته منين؟ يعني السادس ده جه منين؟ هل الكراسي مترقمه وال 986 دول قاعدين في مربع واحد؟ ولا قدرت تفرز بهذا الشكل
ان انت تقدر تعد 986 وفرد فيهم. انا هنا فيهم مش 50 عايز 60 واحد ما قالوش. انا هنا مش عايز المشجع اللي ما اخطاش ما يتظلمش، لان الاساس في المساله العدل، وهنا بنقول العدل يا رب. هتحدد شخصيه المخطئ رائع، بس مبدئيا ايه اليه تحديد الدقه دي؟ بالظبط كده. النقطه الثانيه، هو مباريات الاهلي بس اللي بتشهد خروج؟ طب ما كل الناس يعني الهتافات الخارجه ضد النادي الاهلي نفسه بتخرق الاذان الكل، وما بنشوفش عقوبات. جماهير الاهلي اذا كانت اخطات، جماهير الزمالك بتتجاوز في حق الاهلي في معظم المباريات. هل المراقبين ما بيكتبوش؟ ولما ما يكتبوش الرابطه المعنيه بالامر بتعمل ايه؟ ما انا هوافق جدا وهرحب انه اي مشجع من الاهلي يتجاوز يعاقب، بشرط ان التاني لما يتجاوز يعاقب. هي دي اساس الـ 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 الانضباط العدل. احنا غلبنا كتير علشان نتكلم في الاعداد وتسريب الاعداد، لان انت لما بتوقف 986 تقريبا من اصل 3000 انت سامح بيهم، يعني انت بتوقف تلت العدد المسموح بيه مباراتين. بقيه الفرق، ما المساله المفروض تطال الجميع، لانه التحديد بالشكل ده محتاج دقه في الاليه، ويتقال دول اتحددوا ازاي، ومش معترضين على انه اي حد اخطا يعاقب، بشرط انه ما حدش يتظلم، وانه الاهلي كمان ما يتظلمش وتتساب الامور لفرق تانية. دي كانت واجبه جدا، لانه فعلا مزيد من الانضباط، مزيد من العدل، مزيد من النظام، هو اللي ممكن يسمح بزياده عدد الجماهير في المدرجات في الماتشات. نتمنى طبعا نوصل بقى نسيبنا من لدقه الاليه دي قوي. طبعا ما فيش عدل في تحديد الارقام. ليه؟ لان انا لما اكون جمهوري في الخمسين ألف يجي 50، وغيري من الخمسين ألف يجي 20 25، فانت لو حددت لي 10 و10 انت قد قيدتني انا. ايوه، فعايزين نوصل. وهنا بقول للجمهور الاهلي، ما تيجي نفوت على اي حد، اي حد ننضبط. ما تيجي نفوت عليهم الحته ان هو ايه، ما وصلوناش. عايزين نوصل للنقطه دي يا شباب. وانتوا اللي هتوصلونا ليه؟ ما اللي مالوش لازمه ما يتعملش، عشان ما حدش يتحجج، عشان نستمتع بادائكم الرائع اللي شفناه. احنا شفنا صور جميله واحنا في العين. ايه الجمال ده؟ حتى واحنا ماشيين في الشارع بتكلم الزملكاوي اللي ماشي جنب الاهلاوي وكله خارج، وكان يوم جميل. عايزين هي دي الصوره دي. نتمنى ان شاء الله. هنطلع لفاصل وبعد مشي على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا ضروره العداله فيما يتعلق بالعقوبات، لكن يبقى كلام كثير في الغربال، التلاعب بالحقائق. من يومين صدر تصريحات لعبد الله السعيد عبر احد المواقع الصغيره الامريكيه، اختلف كثير حواليها، لكن ما يهم في الموضوع، ومعانا المهندس عدلي واحد من خبراء التسويق الرياضي وانتقالات اللاعبين وخبير لوائح بجد، مش زي اياهم يعني. ايه فكره حقية اللاعب انه يمضي، وفين حقوقه وفين حقوق النادي؟ هو اصلا انا مندهش جدا الحقيقه من الاهتمام اللي خده هذا الموضوع في دلوقتي يعني. لان انت بتنبش من غير ما تذكر الواقع بحقائقها. ايوه، كما حدثت يعني. مش عايز اخد ده النموذج اللي اتكلم عليه. انا عايز اتكلم بشكل عام يا استاذ ابراهيم، لان هو قضايا ابو طيب ولا قضايا كهربا ولا قضايا عبد الله، ولا كلها قضايا ليها علاقه بحقوق مختلفه، والحقوق متنظمه جدا لائحيا. ايوه، يعني انت دلوقتي لعيب بتلعب في نادي. ايوه، ما هو ما تاخدليش القضيه في قضيه. هو مش من حق اللعيب المحترف ان يقرر مصيره؟ هو ده سؤال ما يتسالش الواحد في اول اعدادي. طبعا من حقه، لكن الاليه ايه؟ عشان ما تهدرش حق المكان، وايضا عشان المكان ما يتغولش على حقك. في نظام بيقول هذا الكلام ده. انا سمعت حد بيقارن
ان النادي الاهلي يعني كمان وكابتن عصام الحضري الاهلي، هو انتوا بتقارنوا ايه بايه؟ ما حتى في المقارنه كل واقعة مختلفة غير التانية. صحيح. واخد بالك؟ انما مسألة عايز تشاور على خطأ في ده بتخطأ النادي الاهلي وبتاع ده، ده موضوع بقى لو عرفنا اللوائح هنعرف الدنيا تمشي طب ازاي. طب ايه اللوائح يعني؟ اللوائح. عبد الله السعيد كان من حقه يمضي؟ انا يا استاذ ابراهيم سيادتك مسؤول في نادي وانا ماضي معاك عقد. جيت بعد نهاية عقدي عايز امشي. نهاية عقدي. نهاية عقدي. عايز امشي. مسموح لي؟ مسموح لك. طب ايه الآلية؟ تستطيع ان تتفاوض قبل نهاية عقدك بست اشهر. قبل النهاية بست اشهر. تتفاوض. بشرط. يعني ايه يتفاوض؟ يفتح باب للكلام. بيسمع من ناس بتجيله عروض، عايز يعرف اكمل ولا امشي. من حق يتلقى عروض. بس بشرط. اختار النادي ان انا بتفاوض مع النادي الفلاني. أيوة. من خلال فلان الفلاني و احدد كمان. ما تحدد النادي اللي انت بتفاوض معاه. لان احتمال يا جدد يا ما جددش، واذا كنت قررت ما جددش لازم اقول لهم لاني مش هجدد. ليه ده الحتميه دي؟ ليه اللعب النظيفه الحتميه دي؟ لانك بتتجنب، انا في نادي وانت قلت لي انا حر بقى ألعبك أو ما ألعبكش. هلعب الفرقة دي. مش الفرقة دي حتى، فرقة ليها مصلحة. فرقة تانية ليها مصلحة. ذات صلة. أيوه. أنا حر. لأنك وأنت بتتفاوض وقررت أن تنتقل إلى نادي آخر ربما. أيوه. تسول لك نفسك أنك تتعاطف. لا، الأخطر من كده. طب ما أنت ممكن لو قبضت أموال ورحت في أوضة اللبس بتاع الفرقة دي. قلت لهم ده انا اتفاوضت وخدت مبلغ قد كده، انت دمرت اوضه اللبس دي والمباريات المتبقيه. طب واحنا، طب ما احنا ممكن نفكر كده. فتبقى باب خلفي ربما، ما بقولش ده بيحصل، لكن القانون لما النظام اتحط عشان يمنع التلاعب يراعي النزاهه واللعب النظيف. وكمان تبقى بتراقب. صحيح. المباريات ذات الصله، يعني حتى الاتحاد لما يراقب ايه اللي بيحصل. لا 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 كده لا، ما ينفعش. فاهم قصدي؟ فلما بتعمل اجراءاتك السليمه اذا في اخر ست شهور من حقك تتفاوض، لكن مش من حقك تتلقى اموال. ولذلك لو ترجع بالذاكره قبل الاحتراف ما يترسخ حتى في قضيه الكابتن رضا عبد العال. لما جه لي البيت قلت له لا، اذا كنت مصر اكتب ثلاث جوابات النهارده للنادي والمنطقة الجيزة وللاتحاد بتقول انا خلاص انا مش هجدد، ويصبح من حقك انك انت تتلقى عروض. وكان الموسم خلص وهذا ما حدث. فالموضوع ما تعقبش فيه حد. انما هم عملوا حاجه تانية، كان لائحه بتقول ان النادي بتاعك يقدم لك عرض مره واحده، فكان العرض 75,000 جنيه للكابتن رضا. لما انفجر الموضوع قالوا لا، ممكن يقدم لك عرض جديد، فقدم عرض ب 625 عشان يبقى نصيب الزمالك 250,000 او 40% 40% من المبلغ، واللعيب 50% والاتحاد 10. هذا نظام. اذا اللعيب عمله عداك العيب. ومن حقك انك انت وانت بتتفاوض تقول والله لا انا عايز اقعد لو النادي ما زال عايزك. وعلى فكره ده اللي حصل في جده. لما جده ما اختارش الاتحاد انه عايز يمشي. ومضى في الزمالك، لما رجع ولقى ان عقد استمراره في الاتحاد احسن له مضى. ولما الزمالك قدم الشكوى اتحكم لنادي الاتحاد السكندري. فلما اتحاد سكندري، ودي كان مصدر الغرابه بتاع النادي الاهلي، انا مالي من القضيه دي؟ انت مضيت مع لعيب والاتحاد حكم باحقيه نادي الاصلي في مد عقده. واتقفلت القضيه خلاص. ايوه. وتسجل في قائمه النادي الاتحاد، اصبح حر التصرف نادي الاتحاد. فانا اشتريته من قائمه الاتحاد ودفعت له الفلوس. ازاي انت بتحقق في قضيه وكان الامر بين الاهلي والزمالك، والاهلي مش بين الاهلي والزمالك، الاهلي بين الزمالك والاتحاد واتحسم في هنا.
فأحيانا وده اللي أنا بقوله، لي الحقائق والعبث بشخصنا في يعني حسب أطراف القضايا، لو ليك حد عنده نفوذ جوه يحرك لك الأمور في اتجاه جوه في اتحاد الكورة، وده اللي بيحصل. أما يجي الاتحاد الدولي يسألك في قضية بين لاعب ونادي، حسب الرد اللي بيقوله اتحاد الكورة للمحكمة الدولية بيتحكم، مش بالحقيقة. يعني أنت لو حصل لعب في عقد لعيب وأنت قلت لا عقده سليم واللعيب تجاوز في حق النادي، بيحكم ضده. أيوه. والعكس. أيوه. كل الحاجات دي لو اتظبطت وراعينا ضميرنا واتحكمت بآلية شفافة جدا، يعني أنا لعيب أمره مطروح على الاتحاد الدولي، لن تخطر جميع الأطراف. يبقى المحامي ده حاضر والمحامي ده، وهو أساس التحكيم كده، طرف من كل يمثل كل طرف يمثله محكم. يعني احنا استدعينا في قضية الكابتن عصام الحضري، ورحت انا في الاتحاد الدولي من النادي الاهلي، سبقني كابتن استاذ خالد المرتضى، قالوا له احنا عايزين فلان فلاني لان اسمه جه في الوقائع النادي سيون، قالوا قعدنا مع فلان الفلاني بيستشهدوا بيا. ايوه. فكان لازم اروح اقول شهاده. وفي الاخر بعد ما قالوا لي ما تتكلمش المحامي هيتكلم، في الاخر الراجل قال انا عايز اسمع الراجل اللي بيستشهدوا بيه ده، ربك فتح عليا باللغه ولقيتني بعمل مرافعه. وانتهى الامر الحمد لله ان الاهلي ثبت حقه. ايوه. طب لو ما فيش ممثلين للنادي الاهلي ممكن اللي يتقال خلص طرف واحد باللي بيتكلم. والعكس لو الاهلي حاضر وما فيش حد عن نادي سيون او عن الكابتن عصام نفس القصه. إذن هي مده الست شهور الاخيره من عقد اي لاعب من حقه يتفاوض. يتفاوض بشرط يختار يقول لهم انا خلاص هتفاوض يا معاك لو ما اخترش. ما هو انت بقى لما تيجي تقول لي ايه؟ انت استاذ ابراهيم بتسالني ما عايزين نعرف انت معانا ولا مش معانا، ربنا يسهل، اصل انا بعمل استخاره. وانت تكون مخلص وقابض، وبعدين لما غيرت رايك دخلت قلت اللبس بتقول للناس كذا كذا، لا انا خدت 40 فهاخد 40. ما اعرفش انت انا مش عايز اتكلم على الواقع دي. انا بتكلم انك انت لو حصل كده انت فجرت اوضه اللبس. فيبتدي النادي يستشعر على اوضاعه. هو انت ايه، هو ايه اللي حصل؟ ما النادي مش في التفاصيل دي. ايوه. النادي ما كانش او لو مش في عارف بقى، لو النادي في التفاصيل دي مش من حقه يتكلم. لان انا قلت لك اخترتني رسمي وقلت لك ان انا رايح النادي رسمي. لا وقلت لك خلاص انا مضيت في الحته الفلانيه بكذا. عايز تلعبني لعبني، مش عايز تلعبني ممكن تقولي طب خلاص انت بقى شكرا من دلوقتي عشان ما تخشش تفجر لي اوضه اللبس. في حقوق للاعب، حقوق للنادي. ما هو في نادي تاني انت مضيت له ويا هتكمل يا هترجع في كلامك، ما هو برضه في نادي تاني. فالمواضيع ان مشيت لاحيا صح بتخلص صح. طبق اللي انا بقوله لك ده بقى على اي نموذج انت عايزه. مش نموذج بعينه. اذا كان اللي حصل كده يبقى الحق هنا، اذا ما كانش حصل كده يبقى الحق هنا. خلصت؟ الامر واضح وبين، والزميل محمد شبانه قال رايه في جزئيه عبد الله السعيد. هو انت من حقك الاهلي ياخد حقه ويطالب بحقه ولا انت بتقول ايه؟ رد شبانه على تصريحات عبد الله السعيد. في نقطه تانية. في نقطه تانية. طيب انا بالنادي وانت ماضيلي بقيت بتاعي. بتعيرني بنيه البيع وبعدين بتحط شروط معينه علشان ما يعني الكلمه اللي بيتقال ان ده يبقى كوبري لده وده كوبري لده مش عارف ايه، فبتحط شروط لك الفيرس ريفيوزل، لك تعويض معين من النادي، وبيبقى عقد يا اما منفصل وبيمضي عليه الاطراف الثلاثه، يا اما في صلب العقد الانتقال عقد ثلاثي. لو انا الناديين مضوا عليه واللاعب مضوا عليه اصبح ملزمه.
طب اللعيب ما مضاش، لا ما تقدرش تفرض على اللعيب حاجه. يعني انا الناديين وبيتفقوا على لعيب، ما اقدرش اقول له لازم ترجعه لي من غير موافقه اللاعب. ايوه. ها اذا مضى كطرف او او, أو تقول لي انا مش عارف لما نجحش معايا هسيبه وتدفع لي كذا ومش هدفع لك بقيه الاقساط مثلا، ينص على ده. اذا ما كانش فيه اتفاق الثلاثي ده اللاعب مش ملزم، اللاعب مش 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 ملزم ينفذ معاك هذا الكلام. بس انا بوضح كل العلاقات المحتمله، التزم. مش في الواقعه دي. تاني انا اتحدث لائحيا لست قاضيا ولا اسقط على وقعه، انا اتحدث لائحيا. عايزين تظبطوا الدنيا امشوا باللوائح، وبعدين عندما يحكم الامر في المحاكم ننسحب، ما ندليش بدلونا في اي وقعه. ما يصحش ما يصحش، ومش بس ما يصحش، عدم احترافيه. لان اي كلمه هتقولها في وقعه محدده مش عارف هتكون تنفع ولا تضر. ولذلك انا اتحدث في لوائح ولا اتحدث في وقائع. اعملوا اللوائح تنضبط الامور، لكن اللي حصل الرأي الإعلامي فيه إيه؟ نشوف محمد شبانه. عبد الله السعيد، أنت شايف ليك حق، وأنا شايف إن أنا ليا حق، يعني خش نضرب بعض يا نلجأ للقضاء. وما أن أعلن القضاء حكمه عليا أنفذ، وما أن أعلن القضاء حكمه عليك تنفذ. في كل الدنيا كده. خليني أقول لكم، آخد بعض التصريحات لعبد الله السعيد. الاهلي يحاول تدمير مستقبل عبد الله السعيد، داخل 39 سنه. انا ما اعرفش ايه المستقبل اللي بعد ال 39 الاهلي بيدمره. ده الاهلي يعني ساهم في تكوين جسماني ليك وصحي، خلاك تلعب بهذه الكفاءه الحقيقه يعني ولغايه النهارده، فانه مستقبل ده اللي اتدمر. كمان عبد الله السعيد قال الاهلي يعتقد أنه يتحكم في اللاعب كما يشاء، كما يشاء. مع أنه هو لو بص ورا، لو بص ورا كده اهو هيلاقي شريف إكرامي، الأهلي ما اتحكمش فيه. لو بص على يمينه هيلاقي أحمد فتحي، الأهلي ما اتحكمش فيه. كمان بيقول لك إيه؟ أبلغني أهلي جدة والمحامين أحقيتي اللعب في أي مكان. يعني في الآخر هناك بنود في العقد اهلي جده فسرها بطريقه واهلي مصر فسرها بطريقه. انت اخذت بتفسير اهلي جده، وخد بالك اللي انت عملته ما محاوله للتحايل، لان انت عبد الله السعيد اكيد اهلي جده ما خدكش 3 اشهر وسابك كده، يعني اكيد ده اتفاق اللي تفصل المحكمه بس. ده مش معناه ان الاهلي عايز يدمرك ولا الاهلي عايز ياخد ما ليس له فيك، لان الذي يقرر المحكمه مش الاهلي. انما التفاسير بتقول ايه؟ ان هذا الحوار مدفوع الاجر، ثم يطبع الحوار وثم يسلم للمحكمه الفيدراليه، وبالتالي يتحط في اوراق القضيه. الناس بتقول كده، وانا لما باجي افكر في التفسير منطقي. ليه؟ وعبد الله السعيد لما يجي يعمل انترفيو مع النادي الاهلي هيعمله في امريكا في انجلترا ولا يعمله في مصر؟ طيب يا باشمهندس شبانه رايه شديد الوضوح. شوف، ما احنا اتفقنا بقى لا تعليق. الواقعه دي لا ينبغي ان يكون لنا تعليق عليها. ليه؟ لان فيها قضاء وفيها احكام وفيها مستندات بتقدم، وكل واحد بيقدم مستنداته فقط، فلا تعليق. كابتن شبانه بيقول انطباع، بيقول رايه في الحوار الصحفي، بيحلل وبيقول رايه، هذا رايه. طيب ده راي محمد شبانه. راي محمود صبري في الحوار الصحفي المنشور ايه؟ راي حضرتك في تصريحات عبد الله السعيد النهارده؟ يعني انا بامانه شديده يمكن اول مره اشوف صحيفه انجليزيه تهتم بلاعب واوشك على الاعتزال وتطلق هذه التصريحات. انا مش عاوز اقول انه ده حوار مدفوع الاجر في هذا التوقيت، او بمعنى صح
إلقاء حجر في بركة راكدة حركها أمور أخرى. أعتقد أنه هذا الحوار لم يأتي من فراغ، ولكن حوار تم التدبير له بشيء من الذكاء، وإطلاق تصريحات هدف منها مش النهاردة، الهدف منها رسائل لجهات أخرى، الهدف منها توجيه كلام يعني مفروض قضية سيحكم فيها خلال الأيام المقبلة. ايه بس الكلام ما بيغيرش حاجة في القضية، القضية لا ما بيغيرش. أنا بتكلم على كده، أنا دلوقتي بعمل حالة من يعني حالة من حالة الرواج دلوقتي، كل الكلام شغال دلوقتي، لكن الناس مش مدركة حاجة يا كابتن سيف. اتفضل. أنه النادي الأهلي بيسير في أطر قانونية. قلما ولا نادرا ما تجد مسؤول في الأهلي يخرج ليتحدث عن لاعب كان عنده او لعب تعاقد معاه او في مشكله. اكيد صح، هناك من يتلاعب بالساحه الرياضيه من خلال اكونتات مضروبه عليها شعارات الاهلي، ولكن تخفي من ورائها شياطين الانس. كابتن عبد الله السعيد من حقه يقول زي ما هو عايز، ان يلقي يعني يجري وان تجري معه حوار صحيفه انجليزيه في لاعب كلها بضعة أيام شهور سنة سنتين ويعلن اعتزاله، لا الأمر برضه مش من فراغ، لا الأمر وراءه شيء غريب جدا. صح الأمر لا يحركه، لا نغير في القضية شيء أو لا نغير، لكن برضه أمر مدروس. يعني الخير ما بيجريش، ما بتكلمش مع الصحافة المحلية الوطنية ولا اتكلم، وانت تعرف انك انت لو قعدت معاه يوم كامل عشان تفوضه تاخد منه عنوان، واسألنا على عبد الله السيد واحنا نقول لك. ايوه صح، الاهلي نادر ما تلاقي له حوار ونادر ما تلاقي له تصريح، فيجي النهارده يتهم النادي الاهلي والاهلي عاوز يبطلني، كلام غايه الخطوره وما يصحش. لو انت فعلا اللي نصحك انك تجري حوار مع النادي على فكره ظلمك. نفس الشيء احنا بنعرض بدون تعليق في قضيه، ما يعني انا ما يعني عشان بس اتقالت، يعني احلى حاجه ان النقاد هم اللي يقولوا رايهم، انما احنا بالنسبه لنا لا تعليق. نشوف احمد حسام ميدو عن عبد الله السعيد برضو. عبد الله السعيد يعني خرج في تصريحات لصحيفه دي اتلتيك. طبعا حضراتكم عارفين مشكله عبد الله السعيد مع النادي الاهلي من سنه 2018. تصريحاته ممكن تكون صح من وجهه نظره، ان هو شايف الموضوع من الـ 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 الحته دي، من الانجل دي، من الزاويه دي، لكن الزاويه الحقيقيه مفيش حاجه اسمها بقى في الكره اصل وعدوني وقالوا لي، مفيش حاجه في الكره كده. الكره ليها عقود وقوانين، والناس هتمشي ازاي بالورق وتحمي حقوقها ازاي وهتعمله. وكان لازم عبد الله السعيد يفكر وقتها ان ممكن النادي الاهلي تبقى انت خلاص، طالما ان انت رحت مضيت في الزمالك وتصورت والصوره انتشرت، ان انت خلاص بلاك ليستد عند النادي الاهلي او كل او ايا كان. ولكن انا بصراحه قانونيا وبكل الحاجات اللي انا شايفها قدامي، لا الوم النادي الاهلي، لا الوم النادي الاهلي. النادي الاهلي هم ماشيين بنظام معين وسيستم معين، ان اي حد النهارده بيخرج عن السيستم بتاعهم لسبب او لاخر ان هو خلاص بيبقى بلاك ليستد. ف يعني والناس عارفه ان هو ده السيستم بتاع النادي، وده القصه. فتصريحات عبد الله انا متفاهم جدا هي جايه منين، ولكن لو في حد غلطان في القصة أكيد بعد ما عبد الله يراجع نفسه فهو عبد الله السعيد. ده رأي واحد لعيب كبير في موقف احترافي، وهذا رأيه وإحنا اتفقنا مش هنناقش الأمر هنا، هذه واقعة لا نناقشها للاعتبارات التي سبق أن قلناها، بنتركها الرأي العامي فهمها. الأمر معروض أمام الفيدرالية السويسرية، النادي الأهلي كان طعن أمام الفيدرالية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية، والأهلي أخذ حكم هنا من مركز التسوية الجهة الرسمية المنوط بها فض المنازعات الرياضية، ومن ثم أيضا أخذ حكم بالحجز على أموال عبد الله السعيد للإيفاء بالقيمة المنصوص عليها في العقد وهي 2 مليون دولار. إلى هنا بأبعاد القضية، لكن هذا الحوار اللي نشر في أحد المواقع الأمريكية، بالمناسبة مش هي ذا أتلتيك البريطانية، لا هو أحد المواقع الأمريكية الصغيرة، لكن من الواضح جدا أنه ده كان جزء من التكتيك بتاع المحامين علشان فضل زهران محامي عبد الله السعيد يبدأ ياخد جزء هذا الحوار لتدعيم او ما يظن ان هو بيدعم موقفه امام الفيدرالية السويسرية. عشان الامر منظور قضائيا بنكتفي بهذا الايضاح ونطلع لفاصل.
بتاع الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. إحنا شفنا الدور الرياضي اللي النادي الأهلي بيعمله، وشفنا إسهام الأهلي الكبير في صناعة البطل الرياضي. شفنا أبطال السكواش، شفنا أبطال الكاراتيه، شفنا أبطال السباحة، وشفنا تنس الطاولة اللي النادي الأهلي تقريبا بيمثل للمنتخب أكتر من 85-90% من الولاد والبنات. على المستوى بقى الرياضي والإنشائي والتعميري والإنمائي حدث ولا حرج. عشان كده كان في كلام كتير بعضمة لسانه. هكذا يكون حب الوطن. حب الوطن ان انت تمثله في الصورة اللي تليق بمصر. حب الوطن ان انت تقدم لشباب البلد القيمة والنموذج والقدوة. حب الوطن ان انت تسهم بهذا القدر الفاعل والحقيقي في خلق الكوادر الرياضية والأبطال الرياضيين. حب الوطن ان انت تقدر تشتغل على قوتك التسويقية وإمكاناتك الاقتصادية في ان انت تبقى كيان رياضي اقتصادي يتحدث عنك الجميع. كل الأوساط الرياضية العربية بتتحدث في الفترة الأخيرة عن هذا النمو الكبير في كيان الأهلي الاقتصادي يا باشمهندس، وقدرته على ان يكون كيان استراتيجي في الناحية الرياضية. وهو ده اللي بيخلي الناس او الإعلاميين الجادين ايوه ياخدوا نموذج من الموضوع الواقعي والاستراتيجي والاحترافي. فما يجي ناس عماله تلطش في قوتك واسمك القوي والقيمة التسويقية ونجاحك في انك بتوصل لعقود بأرقام تتناسب مع حجم شعبيتك ومكانتك، في المقابل تجد إعلاميين جادين بنستشهد بيهم لان هم ما همش كتار الحقيقه. يعني المنصفين من اهل التجمع مثلا. المنصفين مش كتار. لكن لما يجي ناقد معني بالصح وبالمسؤوليه وبيتجاوز انتماءاته في انه يقدم لك الحقيقه، لابد يعني نتكئ ونلجا اليه. الصور دي يا جماعه من المسجد الاهلي، ده المسجد بتاع التجمع، في فرع التجمع الخامس اللي لسه هيفتتح ان شاء الله خلال هذا الشهر. بصوا على هذه المفخرة الرياضية الإنشائية اللي بتدعم الرياضة المصرية والبنية التحتية، واللي بتقول بوضوح الدولة بتشتغل عليها ازاي. فلوس الأهلي الكتيرة دي بتروح فين؟ هي مش كتيرة. طبقا للالتزام اللي بتلزم نفسك بيه هي مش كتيرة، هي يا دوبك تكفي باحتياجاتك. انت بتاخد الفلوس دي بتنفقها على بنية تحتية تفيد الوطن وتفيد النادي الأهلي وتفيد شباب مصر. يعني لسه بقول لك اعطيني ملعبا اعطيك اعطيك ملاعب كتيره هي. فلما تعمل لي هذا المكان بهذا يعني المستوى المشرف، انت كده بتؤسس لبناء مواطن سليم. ايوه هو ده الاسهام الحقيقي لنادي زي النادي الاهلي مع بلده. انه كل يوم والتاني في مشروع وبنيه اساسيه تضخ لدعم الرياضه المصريه وبناء المواطن الصالح، وبتقدم له في نفس الوقت الاداء المتزن اللي مبني على حب النادي وحب البلد، والنموذج المشرف اللي مبني على قيم رياضيه حقيقيه. هو ده اللي تقدر تعمله، ودور اللي لازم المؤسسات الكبرى تلعبه. ايوه طب مش كتير اللي بينصفوك في هذا الاتجاه. يعني انت بنلجا كتير مثلا الاستاذ محمد شبانه، اما بنلجا له في حاجات لانه ياتي الانصاف. رايه في راي شبانه في هذا الكيان الاقتصادي للنادي الاهلي نشوف. فايف وورلد اللي هي على الفيسبوك، ريال مدريد، ليفربول، برشلونه، مانشستر يونايتد، الاهلي، اس سي، دي الناس اللي هي اكثر تفاعلا على الفيسبوك في شهر 10. دايما باخدها مثال يعني عشان ابان الاهلي شعبيته كبيره جدا، فهو عنصر جاذب للرعاه. قوة بقى هنا في ايه؟ ان مش جاي له راعي من مصر للاستاد ده، بيقول لك شركه التامين الالمانيه الكبيره قوي دي اللي بتعمل الاستاد اللي هي بترعى استاد بايرن ميونخ.
اللي بيشتغل بقى للبلد، وانك تبني كيانات اقتصاديه بجد، مش انك تبيع لعيب فتوفر قرشين عشان تشتري لعيب فتوفر قرشين وتطلع لاخر السنه تقول لي انا ابو علي والتوت فروت وبتاع. لا ده انت ما عندكش فكره، اللي يعمل كده ما عندوش فكره. الفكره ان انت تعظم جدا 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 من مداخيل المؤسسه الرياضيه المصريه دي، وتبقى عنصر جاذب لعملاء من بره. انا بقعد اشوف حتى على مستوى الاعلانات، فالنادي الاهلي ليه ما يجيلوش على فكره الاثنين الرعاه اللي موجودين مع الاهلي اللي اتعاقد معاهم دول كلهم من الامارات؟ ما هي دي تدفق مالي خارجي داخل عليك، والشركه الالمانيه دي تدفق مالي داخل عليك، دي مؤسسات وكيانات اقتصاديه بتبنى، فده حاجه مفرحه لازم كلنا نسندها. شبانه بيدعم وجهه النظر الخاصه بالقيمه الاقتصاديه لهذا الكيان الكبير النادي الاهلي بالقيمه الرياضيه والكرويه اللي الاهلي وصل لها، انه لما يكون حجم شعبيه النادي الاهلي تكون من خلال الفيسبوك الحسابات الرسميه للنادي تحطه رقم 5 في قائمة أكثر الأندية متابعة حول العالم. ودايما يا جماعة الأمور ما بتكذبش، الأرقام هي الحقيقة الوحيدة، الأرقام. لأنه أنت لما بتتكلم على رعاه لما بيرتبطوا بالنادي الأهلي بيحققوا من خلال النادي الأهلي مكاسب قد إيه، تدعوهم أنه في العقد الجديد يدخلوا وربما يدفعوا أضعاف اللي كانوا دافعينه في آخر عقد. ده ليه؟ لأنه هم داقوا حلاوة الأهلي، جربوا المكاسب والارباح اللي تحققت من خلال ارتباطهم باسم النادي الاهلي ورعايتهم ليه، سواء على مستوى الوكالات والشركات الراعيه او على مستوى الشركات المعلنه كمان. ما تبصوا على الشركات المستمره بقى لها كام سنه ومحافظه على عقدها مع النادي الاهلي وعلى وجودها على شعار النادي الاهلي. ليه؟ لان هي بتحقق من خلاله كل هذه المكاسب. شبانه بيقول لك لا، الامر وصل ان انت بقيت في التوب 5 على مستوى العالم. انا بس عايز اتوقف عند الاستاذ محمد شبانه الحقيقه، يعني لان في اعلام فتنه وفي اعلام تدليس. يعني نفس النموذج ده ممكن واحد ياخده ويقوله لك بطريقه او يتجاهله ويقعد يركز زي يشيل لك سلبيات مش موجوده. فالنهارده لما انت في عرض اعلامي بقيمه الاستاذ محمد شبانه يعطيك حقك، لانه هو راجل احترم مهنته، ملوش دعوه بالانتماء بتاعه، محدش يناقشه في ميوله. اللي معروف هو لا ينكره راجل زملكاوي حتى النخاع، ولكن راجل امين مع مهنته، امين مع رسالته. فعندما يكتب هذا الكلام ودايما ينور على الحاجات اللي هو ما فيهاش لا مجامله للنادي الاهلي ولا انحياز، لا ده بيقول لهم يا جماعه ده بالعكس حرصوا على الطرف الاخر، بيقول له اعمل كده، كله يعمل كده. يعني يا جماعه ما تاخدوا نموذج الاهلي بدل ما نقعد اشمعنى الاهلي. لا اعمل كده، اعمل كده، يلا فرع واثنين وثلاثه واتنطر ونمي شعبيتك. انما تيجي تقول لي نقعد نهابر مين شعبيته اكتر، انا مش محتاج اتناقش هذا الامر. صحيح صحيح، انت بتستدرج لمناقشات هو بديهية. انا اتناقش في ايه؟ ده العالم كله هو اللي بيقول. ده المؤسسات الكبرى اللي بتسعى انها تعمل استثماراتي انا باسمي وبالبراند وهم بمنتجاتهم هم اللي بيقولوا، انا مش محتاج افتح بقي. واللي يقول كده، فلما الراجل ده ينور لك على الحاجات دي، هذا رجل يحترم مهنته مش غيره، ياخد الامور ويلويها. ما في اعلام تدليس واعلام تهجيس واعلام فتنه واعلام تهييس كمان، تهييس، انما ده اعلام تنوير. هو ده التنوير، فيحيى هو وغيره. احنا بنختلف مثلا مع ميدو في حاجات وهو يختلف معانا في حاجات، لكن لما بينسى كل شيء بيتكلم في الكوره، لا بيتكلم في الكوره ما بيقولش ايه، لكن لما بيتكلم في الحاجات المطلق، لا انا مش موافق ان اخد ده مطلق، ده حاجه هلاميه، انا مش موافق اخد الرعايه دي. ما فيش ده كلام مش لوجيك قوي. لا مش كلام ما يستندش الى حقائق علميه او واقع ولا حتى القناعات وهو كمحترف. لا بصرف النظر بقى هنا ما اناقشوش. ليه؟ لان دي مشاعره. هنا اناقش مشاعر ابقى بضيع وقتي، لكن اناقش راجل بينقل لي تجربه
وبينور على الحاجات اللي هي فيها تجربه نسمعه. مفيش تناقض عندنا، مش احنا مش انتقائيين، مش اللي في مصلحتي باخده واللي ضدي ما باخدوش. ما هو لو ضدي حاجه تستحق الرد الموضوعي هرد. بالظبط. لو واحد يضطرني ان انا اخش معاه في جدال موضوعي هخش. صحيح. انما الانطباعي ما اخش معاك ايه؟ انت بتقول لي اتنين، انا احلى مني، خلاص انت احلى مني، انا هعمل لك ايه؟ الشارع كله بيقول ايه؟ الحته كلها بتقول ايه؟ المرايه بتقول ايه؟ هو ده اللي يهمني. مش انا اذكى منك. طب الـ الامتحانات بتقول ايه؟ الاختبارات بتقول ايه؟ التعاملات مع الناس بتقول ايه؟ مش انت، مش القاب، مش محدش بيديها لنفسه، مش طريقه نجم الجماهير ونجمه الجماهير والاولى والاخيره، الكلام ده كله لا اخلع الالفاظ على نفسي، ولكن التاريخ يطلقها عليا، الواقع بيقول لي ان انت كذا وكذا وكذا. فلما يجي يعني احيانا عشان الناس يعني الاستاذ شبانه وكثيرا استاذ هاني الا قليلا يعني ما بيفتكر يعني حتحوت ها محترف، حتى ما بيعمل حاجه بيعملها بمعلمه واخد بالك، ببقى فاقسه وكل حاجه برد عليه، بس بيعملها باحترافيه وبيسال ده وبيسال ده. طبيعه السؤال ساعات عشان يوصل لاجابات معينه، لكن في معظم الاحيان هو رجل ينتهج الخط المهني. انا اذا اعتبرنا في منافسه او خصومه ده الخصم اللي احب اتعامل واتحاور معه، واخد بالك، حجه بحجه، في موضوعيه وفي احترافيه. انما بقى المهابره ولاي الحقائق والكلام ده هتتعامل معاه ازاي؟ طيب على ذكر الصوره اللي انت بتقدمها عن بلدك وعن ناديك ولشبابك، لما بيكون ليها تأثير بره مصر بيبقى المردود طيب جدا. الكابتن ميثم عادل المدرب العراقي والمحلل الرياضي العراقي ايضا متابع جيد للشأن المصري والاهلاوي، نشوف رأيه. دائما ما نأتي وين الى المقارنة ما يحدث في النادي الاهلي، وكيف ان الخطيب يستقبل من قبل الحكام والشيوخ والأمراء، وهذا ما يدعو إلى فخر كل مصري وكل عربي عندما يشاهد هذا الأسطورة الرياضية اللي ظلت خالدة على مر الأجيال، وكيف يكون لها الجميع كل الاحترام وكل التقدير عندما كان لاعب على أرض الملعب، واليوم كرئيس نادي يمكن من أفضل رؤساء الأندية اللي جاءوا على سدة إدارة النادي الأهلي المصري الكبير. لهذا دائما احنا ما نشدد على مسألة القيم والمبادئ والأخلاقيات اللي تحيط بالنادي الأهلي، واللي دائما ما يمكن تحل المشاكل كلها داخل وين؟ داخل الغرف المغلقة، ولا تصدر إلى الخارج، حتى لو إن حدثت بعض المشاكل البسيطة هنا وهناك، لكنها لا تتحول ولا تتطور إلى أزمات تهد أو تزعزع أركان هذا الكيان الكبير. الأستاذ ميسم رأيه بيحب الأهلي، لكن بيقعد يركز على الإجابات ويصدرها ويصورها صح. الأهلي عمل مؤسسي له ثقافة تديره، اللي احنا بنسميها القيم والتقاليد المتوارثة. ولذلك كان زمان أستاذ نصر سليم بيقول لك ما تعرفش حاجة عن الناس دول. دول ما يعني كان له كده تعبيرات تدل على ان لا دول قافلين قوي على مشاكلهم، وهذه في رايي شيء من الكبار. انا مشاكلي اناقشها مع حضرتك وما فيش حته ما فيهاش خلافات راي ولا، ولكن تتحل وتتحل باكبر قدر من الشفافيه والاستناد على الصح والغلط. يعني القبول بتمرير شيء غلط ده مش في قاموس النادي الاهلي. فلهذا هو بالنسبه للمنصفين الموضوعيين نموذج يحتذى ويتم التعلق به زي الاستاذ ميسم كده. ده كلام مهم جدا. طيب بالنسبه للاعيبه الاهلي، لاعيبه الاهلي في الاجازه ناس كتيره قالوا راحوا مصايف، راحوا المالديف، راحوا مش عارف فين. سيف زاهر حياهم على المكان اللي راحوا له، نشوفه. قريت أخبار على لعيبة النادي الأهلي
الاجازه اخدوها فين؟ واحد قال لك راحوا طلعوا على البحر، واحد قال لك راحوا اتفسحوا، واحد قال لك سافروا المالديفز، واحد قال لك قعدت اقرا قصص كتيره قوي. وبعدين طلعوا بيعملوا عمره. كهربا طلع لوحده، كابتن سيد عبد الحفيظ طلع لوحده، ياسر ابراهيم وكريم فؤاد طلعوا لوحدهم، اكرم توفيق واحمد توفيق طلع لوحده، سامي قمصان طلع قبلهم، وبعدين ياسر ابراهيم ومحمد اشرف طلعوا مع بعض. كل الصور اللي بنعرضها لكم دي لعيبه النادي الاهلي معاهم رامي ربيع اهو، كل دول ما كانوش مع بعض، كل واحد طلع، في اللي طلع قبل المنتخب وفي اللي ما كانش في المنتخب طلع بعد المنتخب. اكرم طلع 3 ايام قبل انضمامه لمنتخبنا الوطني. صافيو بقى طلع على الغردقه، اخذ اسرته واخذ ابنه وراح الغردقه، طالما راح الغردقه برضه ما فيش مشاكل. فسالنا ودورنا كتير، ولكن هم استغلوا الايام القليله من الاجازه دي علشان يطلع عمره. ربنا يكرمهم، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، يعني يكون موسم جيد كده. شيء رائع جدا، ومثل تصرف زي ده بيجبر الناس على احترامك. فما يجي اعلامي زي كابتن سيف ينور حاجه زي كده لازم نشكره، لان بيقدم النموذج الطيب. وبيقول الاهلاويه اللي راح لوحده واللي راح مع اصحابه وبلا اتفاق مقصدهم كان يعملوا كذا 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 كذا. شيء طيب، نتمنى الخير لكل من ياخذ بالاسباب. طيب، مع اول يوم في العوده للتدريبات النهارده، مارسيل كولر في صوره هتشوفوها بدا يجيب الجهاز بتاع ضربات الراس عشان يعالج القصور اللي عند اللعيبه في ضربات الراس سواء على مستوى الهجوم او الدفاع. نشوفه. اوكي اوكي. طيب، الصورة دي ليها معنى وعايز وقفة صغيرة جدا. أول ما جه مارتن كولر قال له ده مصاب، مارسيل مارسيل كولر ده مصاب، من غير ما حد يسأله راح جاي عامل سبرنت كده وزي الكورة وبتاع وغمزهم. ما تسألش انت هو بقى. الصورة دي بقى بتقول لك خبرين في واحد. الاولاني ان الراجل ده معني بالتفاصيل، وده على فكره ما بتزعش سر من اسرار التدريب، ده تدريب من زمان كان الكابتن صالح يعني مره حكى لي انه بيعمل كده ويجيب الكره يعلقها فهو جاب الجهاز ده وقال هجربه بنفسي عشان الناس تشوف. لا ده انا كمان في لياقه، مش مساله ان انا راجل يعني عندي مشكلة أو يعني نوع يعطلني إن أنا أقدم نموذج تدريبي. يعني الإنسان المعني بالتفاصيل ربنا بيكرمه بإذن الله، ويعني نتمنى نشوف تفاصيل أكتر من كده، بس اللي حالية جديدة مش هنزعها. طيب، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. متخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة وإحنا بنتكلم على الكيان الاقتصادي الكبير للنادي الأهلي والمسيرة اللي بيمشي فيها لتطوير قدراته وتعظيم موارده، في أخبار مهمة. وده يعني حرصنا على إن نقدم لكم آخر الأخبار بواقعها وحقيقتها. مجموعة من الأخبار أستاذ إبراهيم. يعني اولا عايز ازف اليكم خلال ساعات باذن الله كابتن راجع بسلامه الله، كابتن خطيب، وهيطمنكم بنفسه على موقفه. اثنين، خطاب وقرار انتظرناه طويلا
عشان نقدر نتكلم وقلبنا جامد. صدر اليوم موافقة السيد الوزير على التعاقد في موضوع الرعاية مع الشركة المتحدة والحزمة التي أتت بها مع النادي الأهلي، وده بيقول إن احنا هنعرف نفي ببقية العقود التي قد تصل إلى رقم هيعجب الناس قوي، وممكن من 5 إلى 6، وربما يتجاوز هذا الأمر 6 رعاة هيبقوا معانا. الخطاب ده كان مهم جدا عشان تقدر تبتدي بشكل قانوني ورسمي. الخطاب موافق على اعتماد المتحدة كمسوق للنادي، موافقة السيد الوزير على هذا الكلام. أيوة. كان مؤجل أو بيدرس وحصلنا عليه النهاردة. كنت تواصلت مع الأستاذ العمري فاروق وقال لي إنه النهاردة هيروح الوزارة عشان ينهي هذا الأمر، ويبدو إن حصل هذا الإنجاز. نمرة 2، إحنا يفصلنا أيام عن افتتاح الحدث الكبير بتاع فرع الأهلي في التجمع، فرع الأهلي بالتجمع بكرة وبعده. الفرش مستمر، الفرش وصل، الفرش أهم حاجة. اكتمل. حاجة راقية جدا يعني. فده حدث برضو من الأحداث المهمة جدا، اللي مثلا أستاذ شعبان لما قال لك هو النادي اللي بيقدر كل يوم والتاني أو كل فترة يعمل لنا فرع زي ده بهذا النمو والفخامة والإتقان، بتتكلموا في إيه يعني؟ ده أمر واقع مش أحلام يعني. ولذلك أنا لما كنت بقول واقعنا أحلام للآخرين، هو صحيح يعني. إحنا نتحدث عن الواقع. فدي مجموعة أخبار اللحظات الأخيرة اللي كان لازم نشرك أهمها. طبعا موافقة الوزارة على الرعاية، وعلى اعتماد الشركة المتحدة الوطنية كمسوق للنادي الأهلي، وأيضا تدفق الرعاة إلى 6 رعاة حتى الآن، وده اللي بيخلي القيمة يعني كبيرة. أصبح إن شاء الله أصبح إنهاء الإجراءات خلال وقت زهيد يعني. قد يضاف إليهم أحد أو يتم. شوف المنظر الجميل والبحيرات اللي في والنفوضات. طيب. ده من شأنه بقى رفع الإيمج والقيمة التسويقية للنادي. مؤكد كل إضافة زي دي بالمستوى ده. أي. بتقول أنت مين؟ أي. ويعني أنت على فكرة يا جماعة، التسويق أن تسوق نفسك. في مثل بيقول لك ذا بيست سيلز مان هو كان سيل هيم سيلف فيرست. المسوق الممتاز أو الأفضل الذي يستطيع أن يسوق نفسه. أي. أنت هتقعد تسمعني من غير ما تقتنع بيه إزاي؟ وتسوق نفسه بداية، مش بس المظهر والشياكة، لأن إذا كان المضمون فاضي محدش هيقعد يسمعك. أي. لكن يقعد معاك ويشوف أنت ملم باللي بتبيعه ولا لا، هتخلق لي احتياج لهذا هذه السلعة ولا لا، هتقنعني بيها ولا لا. لازم يبقى عنده رغبة أن يقعد يسمعني. في مصداقية. النادي الأهلي يسوق قيمته ويزيد من قيمتها بمثل هذه الإنجازات، أن يقدم إنجازاته في أبهر صورة وفي توقيتات، ولا يعني إلا بعد ما يتم العمل، مش مجرد أحلام. برنامج العائلة أستاذ إبراهيم الذي التزم به المجلس من سنة 14 18 من سنة 18 لا، المجلس تجاوزه. لم يبقى إلا الاستاد، وربما الكابتن بقى ما يجي بقى يطمننا ايه اللي بيتم في الموضوع ده. الجول الكبير بقى. يعني خد على صدره كده وادها لنا بقى. القيم الانشائيه او الدور الكبير اللي الاهلي ممكن تتصور يعمله في منطقه زي القاهره الجديده في وجود النادي الاهلي. كل شركات التسويق العقاري مستنيه، عايشه حاله من البهجه حوالين النادي. معقول. وفي ناس ابتدت تشتري اراضي عشان تعمل مزيد من المنتجعات او المجمعات السكنيه. النادي ينمي، الاهلي ينمي اي حي. فما بالك لما بتعمل حاجه بالشياكه دي والجمال ده والمستوى ده. مصداقيه الاهلي اصبحت المسوق الوحيد له. يعني الاهلي عايز ارض في الحته الفلانيه يحصل عليها، لانه عارفين جديته. فانت النهارده لما نقول الاهلي بالمليارات، اعباءه بتزيد. شوف النهارده حجم الانفاق على النشاط الرياضي.
تجاوز اقترب من عدة مئات الملايين. أي. ولذلك الكابتن يقول لك اللي يخرج من النادي الاهلي هو يعني هو اللي يتزال عليه. لان الاهلي هيقدم لك كل شيء. المجد والشهره والمال وفرص النجاح الكبير والمال. ما هو الشهر ما النجاح يعني ايه؟ تنجح ماليا، تتشهر كويس، ايمج بتاعك يبقى كويس، وتاخد بطولات. هو في ايه تاني مطلوب؟ يعني استقرار على كل الاصعده. والاستقرار هنا مش بمعنى ان انا اثبت نفسي، يعني ساعات يقول لك ايه؟ حالة المريض مستقرة، ده أسوأ خبر ممكن في بعض الحالات. مستقرة على سوء. مستقرة على سوء في غيبوبة. صحيح. تبقى مستقرة مش عايزة تبقى مستقرة كده. صحيح. الاستقرار الإيه؟ الاستقرار اللي يخليك في حركة ونمو. وأعتقد مفيش أسرع ولا أفضل من هذا النمو الكبير اللي بيحصل في هذا الكيان الاقتصادي العملاق للنادي الأهلي، وهكذا تكون مسؤولية النادي في حب الوطن وتشريف مصر. دمتم للأهلي دائما. ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله.